المنتج الجميل طارق الجنايني وصديقي واخويا، ببارك لك على التكريم، ببارك لك على نجاح ريح المدام. ريح المدام، ايه الصعوبات اللي واجهتك فيه في انتاجه وفي تقديمه للناس؟ في كنت متوقع انه يحصل على تكريم ويحصل على نجاح؟ والله من واحنا شغالين وكنا حاسين ان احنا بنعمل حاجه دمها خفيف قوي ومختلفه وصعبه تنفيذها، لان كل حلقه كانها فيلم لوحده، وكل حاجه بقصه بملابس. مسلسل ريح المدام كان السيناريو كان صعب، لان في المسلسل بتاع ريح المدام كل حلقه كانها فيلم لوحده بملابس مختلفه بديكورات مختلفه بلوكيشنز مختلفه. بس الحمد لله كنا حاسين من بدايه المسلسل، من اول ما ابتدينا تصوير ريح المدام، ان احنا بنعمل حاجه مختلفه وان الجمهور هيتقبلها بشكل لطيف. الموضوع ابتدى انا وفهمي، وبعد كده ابتدينا الفكره كانت عند احمد يعني من الاول، والفكره ابتدت تبلور وابتدينا نفكر مين اللي هيبقى موجود. اكرم كان الناس اللي كنا نفسنا ان هو يبقى موجود، ما كناش شايفين حد غيره، وفعلا هو اللي جه وعمل الدور هايل. ومي بعد كده طبعا كانت إضافة مهمة جدا 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 للمسلسل، والحمد لله. احنا لسه هنبتدي الأسبوع ده نقعد القعدة بتاعت أبو عمر المصري، على أساس وصلنا لعدد محترم من الحلقات يخلينا نبتدي نفكر في الكاست ومين اللي هيبقى موجود، فإن شاء الله ربنا يسهل. أحمد هايل، أحمد ممثل محترف، ممثل موهوب جدا، واحترافيته تفوق الوصف يعني.